41 سنه بقول ما فيش حد اختلف عليه. ادرت تقريبا 18 مباراه للفرق المصريه ما بين انديه ومنتخبات. يعني ادار النادي الاهلي 8 مباريات، ادار لي النادي الزمالك 3، ادار لي بيراميدز مباراه، وادار المنتخب تقريبا 5 مباريات. مفيش حد في ال 18 مباراه اختلف على فيكتور جوميز من ناحيه الامانه والعداله وعدم التاثر بالضغوط اللي موجوده في ميدان اللعب. هروح لفيكتور جوميز في واقعه يمكن في الدوري جنوب افريقي في مباراه سان داونز وكيب تاون، حسب 5 ركلات جزاء في المباراه. ما عندوش اي مشكله. 5 ركلات، 3 ركلات جزاء لسان داونز و2 لكيب تاون. نيجي فيكتور جوميز بقول له النهارده يا كابتن ايمن، مش معنى ان احنا بنتكلم عليك كلام محترم وكويس ودي حقيقه موجوده فيك، ولكن هل انت تستطيع اليوم التعامل مع الاجواء؟ ان فيكتور جوميز انا عاوزك وانت نازل انظر لحاجه، 3 حاجات بس يا كابتن، اسمك صح وتاريخك التحكيمي وبلدك، انت رايح كاس عالم. حب الثلاثة دولت، ما تحبش حد تاني أكتر من اسمك وتاريخك وبلدك، إن لو أنت النهاردة حبيت الجمهور، حبيت المسؤول الكاف، حبيت النهاردة لجنة الحكام، يبقى مش هتعمل ماتش كويس. أتمنى في ظل الضغوط، عشان أنا بس أكون واضح، والحكم القوي يا كابتن أيمن والحكم اللي عنده شخصية قوية في مثل هذه الظروف والضغوط يحقق العدالة للفريقين، ما بقولش للنادي الأهلي بس. مظبوط صح. هل أنت عندك القدرة يا فيكتور النهاردة في ظل هذا الجمهور زي ما حضرتك قلت النهارده والضغوط من كل الاتحاد الافريقي وحاجات كتيره جدا، هل عندك القدره انك انت تدي النادي الاهلي حقه؟ انا اتمنى ان شاء الله اتمنى من فيكتور جوميز النهارده يحقق العداله، وان كان الضغوط ديت اكيد هتاثر، ولكن يعني اعتقد لا تؤثر على نتيجه المباراه ونتيجه الاخطاء ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله لينا كلام تاني بعد المباراه ونهني بعض ان شاء الله. كابتن اتمنى والله والله الأهلي بإذن اي مصر يا كابتن ايمن، انا بس هقول كلمه صغيره. اتفضل يا كابتن. النهارده الاهلي بيلعب باسم مصر. صحيح. باسم صحيح. مصر. صحيح. خلي بالك النهارده لما ياخد البطوله ديت انت بتتكلم في حاجه كبيره جدا جدا، الناس مش فاهمه او البعض مش فاهم. نتمنى طبعا النادي الاهلي النهارده يفوز بظل هذه الحرب اللي هي على الاهلي وعلى اداره مجلس الاداره. نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا كابتن، شكرا.